سيتم تنصيب لجنة وطنية هذا الاثنين خصوصا لدراسة الملف. الشيء اللي نأكده سيتم الإدماج تاع كل مستفيدين اللي كانوا في هذا الجهاز. هذا الشيء نأكده، هذا مفروغ منه، لكن لاحظتم من قرارات اللي هزم السيد رئيس الجمهورية في إدماج كل أجهزة اللي كانت نعتبرها أجهزة مؤقتة، كان لو دي اي اس وكان دي اي بي. دي اي بي اللي كانوا يديو 800,000 ويديو مليون تقني وتقني السامي، هذا رفعنا الأجر الطعام إلى 13,000 دينار ويخلصوا فيه في مارس عام. يعني هذه أول التفاتة باه نكونوا يعني المساواة، باه يعني الفرق ما يكون